يلا بينا نرجع لأخبارنا في السوشيال ميديا، وتعالوا نتابع مع حضراتكم التقرير اللي جاي حول أبرز وأهم وأخبار الصور والفيديوهات الساخرة على السوشيال ميديا. منها رضيع بينقذوا الأطباء بعد توقف تنفسه، وكمان فيديو لسيدة كبيرة في السن بتعزف مقطوعة لبيتهوفن. تعالوا نتابع التفصيل في التقرير اللي جاي. أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات ساخرة بيتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين إننا نقدم لكم كل جديد. ومن بين الأخبار والصور المتداولة فيديو إنساني مؤثر لرضيع أنقذه الأطباء بعد ما توقف قلبه وأنفاسه بعد ولادته مباشرة. ووضح الفيديو المتداول الطفل وهو لسه بحبله السري ونبضه متوقف تماما، وعمل الأطباء المستحيل علشان ينقذوه، وبفضلهم وفضل ربنا قبلهم اتكتب للطفل عمر جديد. ومن الرضع للمسنين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسنة بتعزف مقطوعة لبيتهوفن وهي منسجمة جدا. طبعا نشطاء الفيسبوك غير اعجابهم بالمقطوعة الموسيقية اعجبوا بشغف الست المسنة بالموسيقى وهي في العمر ده، وفعلا الموسيقى غذاء الروح. ونروح لفيديو انتشر على صفحات السوشيال ميديا وكمان وسائل الإعلام العالمية لرجال المصافي في كرواتيا على إنهم مثال للجدية، وإنهم سابوا متابعة منتخب بلدهم في مباراة قبل النهائي أمام إنجلترا علشان جالهم إنذار حريق. والحقيقة إن الفيديو ده طلع تمثيل وجزء من حملة دعائية لإدارة الإطفاء في كرواتيا لحث المواطنين على تقليل الاحتفالات بالألعاب النارية بعد انتصارات منتخبهم المتوالية، عشان تقليل خطر حدوث حرائق، وعشان يقدر رجال الإطفاء يتفرجوا على منتخبهم زي أي حد تاني.